الموضوع ده طبعا تحت عينينا. ليه؟ لأنه عايز يخلق منطقة مشتعلة مرة أخرى في المنطقة. وأنت عارف المبدأ رأس المال جبان زي ما بيتقال. فإذا اللي هو خلق اشتعال في المنطقة، إذا ما فيش مثلا شركات هتيجي تاني تشتغل. نعم. الناس دي بتصرف مليارات الدولارات عشان تنافس حق. فهو طبعا إحدى يعني إيه اقتراب غير مباشر لمصر، بيروح الأرض القدسية ما جاش الأرض التركية المصرية. إنما ده يقول لك شايف لا قدس دي لو عندها قوات عسكرية مضبوطة كان حد عرف يقرب لها؟ طبعا لا. ده بيدينا درس أن قواتنا المسلحة يجب دائما تكون قوية، تحمي أرضك وتحمي وطنك وعرضك واستثماراتك اللي موجودة في المنطقة. بس هنا فندم، هو لو أقدم على أي فعل لا قدر الله، هو مش بيدخل في صراع مباشر مع الدولة صاحبة المصالح، لكن بيدخل مع الدول المنفذة لهذه المشروعات على المستويات الاقتصادية، ومعظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي زي إيطاليا على سبيل المثال، وهي قبرص الحقيقة كمان عضو في الاتحاد الأوروبي. هل هنا أردوغان ممكن يفتح على نفسه سكك هو المفروض في غنى عنها؟ ومدى تقبل شعبه لهذه الأفعال ممكن يكون عامل إزاي؟ لا بص، أنا كتبت مقالة الأسبوع اللي فات التحرش التركي في المنطقة في الأهرام يوم الخميس. نعم. وأنا كاتب المقال اللي جاي من الخميس اللي جاي برضه استمرار التحرش التركي. هو بيتحرش في المنطقة، مش هيقدر يعمل حاجة. أنت قلت برضه كلام سليم، لأن قبرص هي عضو في حلف الأطلنطي، عضو في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لن يسمح بذلك. الاتحاد الأوروبي النهاردة نفسه يبقى فيه غاز في هذه المنطقة، هو اللي هيستفيد، وبالتالي يقل الاعتماد على روسيا اللي بتاخد الغاز منها في الشمال. فطبعا يعني هو هيبقى التحرك التركي محسوب إلى حد ما، ولكن هو بيحاول إنه يشعل الأمور في المنطقة حتى يعني يمنع أي عناصر أخرى تيجي تفتش مستقبلا. لكن إحنا طبعا قواتنا القوية البحرية جاهزة للتصدي لأي حاجة، لكن هو أعتقد إنه لن يجرؤ إنه يجي يقرب نهاية الحدود المصرية.